شكرا لكافة الزملاء المعلقين. أيها الحفل الكريم، ها قد حانت ساعة الحقيقة والمواجهة بمشاركة 38 اسما تبحث عن اللغب الأغلى. بسم الله وعلى بركة الله. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المتابعون أينما كنتم، أهلا بكم إلى شوط الختام. وأستأذنكم يا صاحب السمو في التعليق على أبرز وأقوى شوط لهذا الموسم من رياضة الأسلاف الأوائل الذين وجدوا على هذه الأرض الطيبة منذ غابر السنين والقرون، وكافحوا قساوتها بصلابتهم، ووضعوا قواعد متوارثة حتى الآن في العلاقة بين الإنسان والأرض. وكانت الهجن هي كلمة السر الأهم في نجاح هذه العلاقة وتوضدها. هذا هو اليوم الاستثنائي في كل موسم من مواسم سباقات الهجن، فيه تلتقي الأسماء الجبارة والألقاب الفخمة والقامات السامقة على ميدان الشحانية الذائع الصيف. هذا ختام مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى، ختام لهذه الرياضة القطرية الأصيلة، المهرجان الذي يسدي معروفا إلى السابقين الأولين من الآباء تقديرا لهم ولعبقريتهم في التكيف مع الظروف. وسمو الأمير المفدى الذي يحمل هذا المهرجان اسمه هو الراعي الأول لهذه الرياضة في البلاد، وبفضل الله ثم اهتمامه تعيش سباقات الهجن أيام الألق والازدهار في الوطن. شموخ لا تطاوله الجبال، وعز لا ينال ولا يطال، وطود للشهامة والمعالي، منيع لا يزول ولا يزال، تميم من سما كرما وحلما، تمحض في الخصال له الكمال، تدثر بالسماحة فوق حزم، وزانته المهابة والجلال. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى شوط الملايين، فشوط الملايين بمن حضر وبمن فيه، فأهلا بالحاضرين الباحثين الطامحين إلى السيف الفضي، السيف الأغلى. أبدأ مباشرة مع المركز الأول لأجد الدوحة لطالب بن محمد بن طالب بن عقيل المري، تقود المسار تحتل المركز الأول. الدور دور المركز الثاني، يا سلام، هذه ذيبة العيدة، هجن السهلية تقدم الذيبة في المركز الثاني بقيادة وتصميم اللورد الذي انتزع خنجرين غاليين مع الوسيل والعديد. المركز الثالث أرى وأتابع السافلية تتقدم بشعار الأنيق، ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يعتني بها، البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. انتقالة على المركز الرابع لأجد خيرة لهجن التحدي الحاضرة هنا مع المركز الرابع، والتي قدمت لنا هذه العزبة فخر في الشوط الماضي في شلفة الحيل العمانيات. ها هي الآن تتقدم خيرة إلى المركز الثالث، يقودها في عملية التضمير حمد بن محمد بن طالب بن عقيل المري. نقلة وانتقالة إلى المركز الخامس، وأجد آسيا لهجني الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند ينخطف المركز الخامس، تسلل من الجزيرة من سلالة الفايز. ها هي الجزيرة تتقدم الآن إلى المركز الخامس بشعار اللورد، هجن السهلية إلى المركز الرابع، بينما المركز الخامس أيضا هجن السهلية تقدم
اسما آخر ألا وهو راهية على المركز الخامس. هذه النتيجة للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. هجن التحدي تقدم خيرة لتكون الآن في المقدمة في المركز الأول. في الطليعة تشق عباب المدى متوغلة أعماق الصدارة وكأنها تستكشف إحساس الفوز لأول مرة. هكذا إذن هي الشعارات الكبرى والأسماء الكبيرة تعدو في كل شوط في كل سباق بحماسة مستأنفة. الصدارة تنخطف هنا الدوحة تنطلق هنا في المركز الأول. شعار بن عقيل البرنس طالب بن محمد بن طالب بن عقيل. طالب يا طالب يطلب السيف طالب وما نيل المطالب بالتمني ولكن يؤخذ السيف يا بن عقيل غلابة. الله 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 هذه الدوحة أيضا في الصدارة في المقدمة تستأسد وتستبسل على المركز الأول المركز الثاني. هذه الذيبة التي تحتل مركز الوصافة بالطموح العالي بالرغبة المتوهجة ينطلق هنا شعار هجن السيلية اللورد عبد الله بن سعيد العيدة حاضرا معها في المتابعة. المركز الثالث هجن الأنيق تتقدم إلى المركز الثالث. هجن ناصر بن عبد الله المسرد تقدم لنا. الله الله وصلت نوضة. هذه نوضة أم السيوف صاحبة سيف المؤسس وسيف مهرجان سيد الأمير الوالد. هذه نوضة تختطف الآن مركز الوصافة وتنطلق في مفاجأة لنا على الصدارة. هذه إذا النوضة أحد الأسماء القوية أحد الأسماء المرشحة. ماذا يجري؟ نوضة إذا تنطلق في الصدارة تلقي خطابها هذه اللحظات على رؤوس الأشهاد على منبر الصدارة أمام أنظار المشاهدين من أصقاع الدنيا. إنها تستبد بالمنبر بشهادة العيان. ها هي الآن نوضة على الصدارة وعلى المقدمة. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يتابع هذا المشهد الحماسي ينطلق بكل عنفوان. البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الثالث. الذيبة لهجن السيلية المركز الرابع. أتابع الجزيرة من تنتمي إلى بيت دعائمه أعز وأطول. هذه الجزيرة لهجن السيلية في المركز الرابع. أما المركز الخامس تتقدم إليه هيبة بهيبة هذه الأسماء القوية. هيبة لهجن السيلية يعتني بها حمد بن راشد البريسي المري. هذه النتيجة وعودة إلى الصدارة عودة إلى هذه المواجهة القوية هذه المواجهة الحتمية. هذه إذن الدوحة ونوضة نوضة والدوحة. نوضة المرشحة الأبرز تنافس على فك ارتباط الصدارة. ضغط عليها من شعار البرنس. نعم إنها معركة بين جهابذة المضمرين معركة بين الكبار في هذا اليوم الكبير المشهود. الدوحة في المركز الأول طالب بن محمد بن طالب بن عقيل المري يدفع بالدوحة في المركز الأول. نوضة على المركز الثاني حتى الآن تلاعب الدوحة تلاعب الميدان بعنفوانها وتقسو على أديم الأرض بأخفافها. عرفت طريقها إلى السيوف واختارت رفيقها وهو الناموس. تغير الآن نوضة إلى المركز الأول تعبر وتمر إلى مركز القمة. على رأس حربة هذا الشوط تستهدف السيف وتستهدف من الدوحة ومن الأسماء الأخرى. هناك اللورد ضابطا حتى الآن أعصابه متحكما بأعصابه. ضبط النفس مع شعار هجن السيلية التي تحتل المركز الثالث. الآن مع الذيبة لم تحسم الأمور بعد ما زال باب التوقع مفتوحا وهنا الاحتمالات واردة. هل سيكون السيف لشعار هجن السيلية أم لشعار بن عقيل أم لشعار المسند أم أن هناك أسماء أخرى تنافس من أجل انتزاع السيف. هجن الجريان تتقدم إلى المركز الرابع ولكن كي
كيلوين متر على خط النهاية، كيلوين متر تفصلنا عن معرفة بطلة هذه النسخة من ختامي مهرجان سيد الأمير عام 2019. تتقدم الآن الذيبة، هنا تنطلق الذيبة كالإعصار المتسارع، تتقدم بالطاقة المتشددة، هنا تندفع في عطاء يتدفق منه العطاء، يتدفق منه الحزم والقوة، تزاحم الهمم وتصادم الجميع. الذيبة إذن تنطلق إلى المركز الأول بقيادة اللورد عبد الله بن سعيد العيدة الطامح إلى ثالث رموز هذا اليوم الكبير. هنا الذيبة تفحص المدى، تفحص المسافة بنفسها ونفسها، نفسها نفس طويل، وبنفسها تطلب السيف جنبا إلى جنب مع طموح الطالب. عبد الله بن سعيد العيدة هو طالب للسيف، هو طالب للمعالي في يوم المعالي، في يوم فخر الرجال. الله الله، الذيبة إذن على المركز الأول غيرت الأمور. نوضة في المركز الثاني، يا سلام يا نوضة، تبحث عن السيف الثالث، أين أنت أيها السيف؟ تقولها بعالي الصوت، أنا ها هنا، أنا ها هنا، أطمح إلى السيف، أرغب فيه بشدة، أدخل الآن إلى الكيل الأخير. الله الله الله، أسماء هنا لامعة كالكواكب، ولكن أجد نوضة نافذة كالسهم تخترق لنا الصدارة. الله الله، الأنيق ناصر بن عبد الله المسند يخطف الصدارة الآن، ينطلق إلى السيف ناصر بن عبد الله المسند، هنا مع المركز الأول يقترب من السيف، المركز الثاني ديبة لهجم السيلية، المركز الثالث هيبة، تتقدم هيبة لهجم السيلية ليرتفع سقف طموح المتحدي اللورد، ولكن نوضة هذه نوضة إلى السيف. الذيبة تنافس، الذيبة تزاحم، هجن السيلية، اللورد الأنيق، الذيبة نوضة يا نوضة، الذيبة يا الذيبة، السيف الفضي شوط الملايين، إلى أين يتجه؟ هل يتجه هنا إلى عزبة الأنيق؟ هل يتجه إلى عزبة اللورد؟ تشتبك الأقفاف وترتبك القرارات بين متقدم هو الأنيق ومحاول هو اللورد. اللورد الأنيق، نوضة الذيبة، السيف الثالث للبروفيسور المسند. نوضة لا تقهر، نوضة هي البطلة. إذا مشاهدينا الكرام، تهانينا لناصر المسند. المركز الثاني جاءت فيه الذيبة لهجن السيلية، المركز الثالث كان من نصيب الدوحة لمحمد بن طالب بن عقيل، المركز الرابع جاءت فيه خود لناصر بن عبد الله المسند، والمركز الخامس كان من نصيب هيبة لهجن السيلية. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، إذن لحظات من لحظات التنافس الشريف، لحظات من لحظات القوة والإثارة. هكذا إذن نوضة تحكم السيطرة على سيوف ميدان التحدي، سيف في مهرجان سيدي الأمير الوالد، وسيف هنا في أغلى المهرجانات، مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى. نوضة ثلاثية إذن مع ثلاثة سيوف رئيسية لهذه الذلول التاريخية، نوضة أم السيوف. في هذه اللحظات مشاهدين الكرام، يصل سيدي أمير البلاد المفدى إلى المنصة الرئيسية، فمرحبا بصاحب المقام السامي، حللت أهلا ووطأت سهلا ونزلت القلوب. إذن يتوجه